والسؤال عن شباب كما سماه بين قوسين المجرحاتية. فالمجرحاتية مقصود بها مجموعة من الطوائف أو الفئات التي تبنت هذا المسلك الجرح والتجريح. الأخ يقول يعيبون علينا في جماعة أنصار السنة أننا لا نتناصح على مستوى رئاسة الجماعة، مستدلين على ذلك مشاركة بعض مشايخنا للجماعات المنحرفة. ففي تناصح، يعني هذا اتهام مردود يعني. لكن المسألة الثانية التي يقول فيها أن بعض المشايخ الجماعة يشاركون مع مجموعات منحرفة، لو أننا سلكنا منهج الإسقاط ما سلم أحد، سيبقى أخيراً المسقط، وإن أنصف من نفسه أسقطها، فما بقي أحد. أحياناً بعض هؤلاء الشباب يعيب على شخص وأنه أخطأ وصار مبتدعاً بهذا الخطأ، والواقع أنه ما أخطأ. بعض المشايخ كان يظهر في قناة طيبة مثلاً ويقدم منهجه هو، لا يقدم منهج شخص آخر، فكان الناس يقولون هذا عمل في قناة كذا ومع جماعة كذا فهو مبتدع، هذا غير مقبول. شفت الكلام ده كيف؟ هذا ناس مجارمة يا شيخ، ناس مبتدعة، الناس اللي بيأصلوا الأشياء دي والدكاترة دي تحديدا، والله مبتدعة، والله يا أخوان مسلمين شاءوا أم أبوا أخوان مسلمين الناس دي. والمنهج اللي بيأصلوا للمجتمع ولشباب الدعوة والله ما هو إلا منهج سيد قطب، تبا له حيث ما وجد، وأصوا ما بنخليهم أبدا إن شاء الله تعالى. ومحل ما نمشي الحمد لله بيهربوا وبيخافوا، محل ما نمشي بفضل الله، محل ما نمشي يزوغوا زيهم زي أي صوفي بيزوق، وسيغوا دي موجودة مدفقة شواويل شنط قاعدة في البيت كله، وما بنخاف من أي أحد ورب السماء، لأنه دي أدلة. عرفت كلامي؟ ولا لما تسألني بقول لك أنت مالك وماله، كويس كويس كعب، بقول لك كعب وشه طوال. يا ناس ما دين، يا ناس دين ده واضح، تركتكم قال على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، واضح الدين ده واضح. لكن أي زول داري ملك كرشه بسبب الدعوة دي، ده ما بقدم له دعوة ولا بقدم له دين. جزاكم الله خير، بارك الله.